أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يدخل الاجتهاد مسائل الاعتقاد أم أنها توقيفية على النصوص؟ الأشياء التي نص الله عليها بالتحريم أو بالتحليل لا يدخلها الاجتهاد، مثل حرمت عليكم الميتة، مثل وأحل الله البيع وحرم الربا، أحلت لكم بهيمة الأنعام، الأشياء التي نص الله على حكمها هذا لا يغير ولا يبدل ولا يدخله اجتهاد. هذه ناحية. الناحية الثانية مسائل العقيدة توقيفية لا يدخلها اجتهاد، مبنية على الدليل لا يدخلها اجتهاد، بل هي مبنية على الدليل. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.